رصدت الهيئة العامة للعقار محتوى مرئي متداولا على وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق مشروع عقاري على الخارطة في مكة المكرمة، حيث جرى تسويقه والترويج للشراء فيه قبل الحصول على التراخيص اللازمة، وتم استدعاء المعلنين وصاحب المشروع لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. للنقاش حول هذا الخبر يلتحق بنا هاتفيا المختص في العقار داود المقرن. سيد داود، أهلا وسهلا بك ومساء الخير. أهلا وسهلا فيك وحياك ربي. بداية يعني نبغى نعرف وش المخالفات اللي ارتكبها هؤلاء المعلنون اللي تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من قبل الهيئة العامة للعقار؟ أول شيء الله يعطيكم العافية. النقطة الثانية، إحنا من عام 1422 من اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض نطالب بإنشاء هيئة عليا للعقار، لأن السوق العقاري عاش فترات طويلة وهو غير منظم، مع أنه يعتبر اقتصاد مهم للدولة وهو ثاني أكبر دخل للدولة. بعد ذلك أنشئت الحمد لله الهيئة العامة للعقار اللي بدأت تهتم في تنظيم السوق العقاري. من ضمن التنظيمات اللي سوتها الهيئة برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضبط الإعلانات، لأنه الحقيقة اليوم عاش السوق العقاري فترة إعلانات تكون مضللة، إعلانات مكذوبة، إعلانات تشمل على خداع. فرأت الهيئة ضرورة ضبط هذه الإعلانات من خلال وضع شروط للمعلن نفسه وشروط وضوابط للإعلان. يعني نفس العقار يكون له ضوابط معينة، ولا بد المعلن يكون ضوابط له عليه ضوابط معينة، ثم يتقدم للهيئة العامة للعقار ويأخذ الترخيص، لأنه المتضررين كانوا بالسوق كثير. واليوم إحنا الحمد لله في عهد سلمان الحزم ومحمد العزم اللي نظموا الحقيقة جميع قطاعات الدولة ومنها القطاع العقاري، فلا يكاد يمر 3 أسابيع 4 أسابيع إلا ومجلس الوزراء الموقر يصدر قرارا أو يعدل على نظاما أو يغير في فقرة من فقرات النظام تتعلق بالسوق العقاري. الإعلان اللي احنا شفناه لأمور قانونية ما أريد أدخل في تفاصيله، لكن يجب على كل المتداولين بالسوق العقاري، يجب على كل المعلنين نوافذ الإعلان سواء كانوا أفراد أو منظمات، الهيئة وضعت شروط، الشروط ميسرة واضحة من قراءتها تستطيع أن تعرفها، لكن أنك تعلن عن عقار أو عن مشروع عقاري وهو غير موجود على الواقع هذا إعلان وهمي، ويا ما ناس تضررت بالإعلانات الوهمية ودفعت مبالغ مساهمات عقارية أصبح كانت وهمية. الآن الهيئة العامة للعقار لا تريد إلا أن تتأكد من سلامة المعلن ومن سلامة العقار وسلامة الإعلان العقاري، فلا يجوز لأي أحد أن يعلن دون أن يأخذ رقم أو رقم الإعلان ويضعه في الإعلان نفسه. ولذلك الواجب الآن علينا إحنا كمواطنين، الدولة ما قصرت وضعت الأنظمة، هيئة العقار وضعت أرقام للتواصل، إحنا اليوم دورنا كمواطنين أي إعلان عقاري لا نرى فيه رقم المعلن رقم الإعلان نتجه مباشرة إلى الهيئة العامة للعقار حتى أحفظ أنا حقي وأحفظ حق زملائي المواطنين والمواطنات. يعني حتى أي لا يقع أحد أي حتى لا يقع أي أحد إعلان عقاري لا يحتوي على الرقم العقاري يجب الحذر منه، أنا أفهم كذا؟ بس مو يجب الحذر منه، يجب الإبلاغ عنه كواجب وطني عنه. علينا كمواطنين إذا أي إعلان عقاري للبيع للشراء للتأجير لكذا لا يوجد رقم المعلن ولا يوجد رقم الإعلان، واجبنا الوطني تجاه وطننا اللي ما قصر علينا في أي شيء أن إحنا نبلغ ونقول يا هيئة العقار أنا لقيت الإعلان هذا في المكان الفلاني والإعلان غير مرخص، لأن هذا واجبنا حتى لا
يعني لا أقع أنا ولا يقع ابني ولا يقع أخوي في هذه الإشكاليات. إذن ما حصل من الإعلان عن العقار الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أنت تضعه تحت الإعلانات الوهمية، ولكن كخبير يعني في الشأن العقاري، ما هو الغرض من نشر هذا الإعلان قبل اكتمال الإجراءات؟ يعني معروف أنه والله هالإعلان وهمي، ليش يحطون نفسهم مثلا في هالموقف؟ أول شيء خليني أتكلم بشكل عام. تفضل. المعلن ربما يكون جاهل في الأنظمة، والجاهل يتحمل ضريبة جهله، هذا جانب. الجانب الآخر ربما يكون له نوايا سيئة، أنا ما أتكلم عن الحالة هذه، أتكلم بشكل عام. بشكل عام ربما تكون عندك نية سيئة أنك تأخذ أموال الناس، تأخذ عربون، تأخذ مقدمات وتفرك وتنحاش، أو حتى لو ما انحشت يقدروا يطالبونك بمبالغ ما يستردونها إلا بعد سنوات، فبيكون فيها ضرر على الآخرين. أيضا النقطة الثالثة اللي هو ضمان عدم الغش في الإعلان، يعني اليوم ممكن أنت تعلن تقول أنا والله موعد التسليم مثلا في التاريخ الفلاني، لما يكون في إشكالية معينة لابد من الاشتراطات أنها تكون مفصلة حتى في عقد البيع أو في عقد اللي يكون بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستاجر أو المواطن والمطور. الهدف من هذا كله حفظ حقوق المواطنين، لأنه أنا وقفت على حالات يندى لها الجبين، شخص اشترى عقار ودفع مبلغ 200,000 ريال، وهذه حالة حصلت قبل فترة، يعني اتكلم قبل رمضان. طيب. ودفع عربون 200,000 ريال، بعد ما كمل المبلغ جاب يدفع لا لقى المكتب العقاري موجود، والفلة صارت ما هو بالرجل نفسه المالك اللي ادعى انه مالكها، ما اخذ الوثائق. يعني اليوم انا كمعلن عقاري من الاشتراطات اللي تشترطها علي الهيئة العامة للعقار ان يكون هناك صفات او علاقة عقدية بيني وبين المالك، يكون يتعرفون فعلا ان المالك فعلا فوض داود المقر مثلا بالتسويق او فوض بالاعلان. طيب. حتى لا يكون هو يسوق عقارات هو ما يملكها او عقارات ليس بينه وبين المالك علاقة عقدية فيما بينهم. طيب، هذا فيما يخص يعني الاجراءات وكذلك طريقة الاعلان واخره، لكن اسالك مرة اخرى بحكم اختصاصك وعملك، الى ماذا تعود الأسعار التي تم عرضها ولاقت تفاعلا ومشاهدات كبيرة وضخمة؟ هل هي منطقية هذه الأسعار؟ يقول المثل الشعبي الله ما شفناه بالعقل عرفناه، خذوها قاعدة لإخواني المشاهدين والمشاهدات، أي إعلان مبالغ فيه ما يدخل العقل اعرف أنه فيه طعم لك. هذا يعني هذا هو التعليق الأكثر ربما بالضبط. على منصة إكس كل المعلقين عن تحت المقطع والله أكيد فيه شيء هالموضوع بالضبط، فمعناها فيه كمين عندك أنت موجود، أنت بتدخل الكمين هذا. يعني لما أنا أجي مثلا بضرب لك على سبيل المثال في مدينة الرياض، لما أجي أقول لك يا أستاذ الكريم عندي فيلا مساحتها 500 متر وراح أبيعها لك ب500,000 ريال، طيب لا يعقل. هذا معناه في إشكالية معينة، إما في العقار، إما إشكالية في الإعلان، ربما يكون ليس هو المالك أصلا، ربما الناس يبون يجمعون أموال وعندهم نية غير جيدة. فيعني أنت اليوم حتى التقييم الآن، لما أنا وهذا نصيحة أنصح فيها بحكم سؤالك وتقول النصائح والخبرة في المجال العقاري، أنت اليوم لما تجي بتشتري عقار يا أخي ترى أنت ما تشتري ب10,000 ولا ب20,000، تشتري مبالغ ربما تكون هذه المبالغ عصارة جهد حياتك المالية. فلما تجي تشتري عقار يا أخي استعن بمقيم عقاري معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين، المقيم هذا يطلع ويقيم لك العقار سواء كان أرض أو فلة أو غيره، ويعطيك السعر حقها عشان لا تشتريها بسعر مبالغ فيها ولا أيضا سعر متدني كثير، لأن سعر متدني كثير أكيد أنه في إشكالية معينة بالموضوع. طيب، هل هو قانوني شراء العقارات تحت الإنشاء؟ وهل هي في نفس الوقت طريقة مضمونة؟ إذا كان المشروع عليه رخصة وافي اللي هو البيع على الخارطة
فلا شك انه مضمون باذن الله. ليه؟ لان وزاره الشؤون الاسلاميه، وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، نظام البيع على الخارطه في حساب بنكي مخصص، الحساب البنكي عليه محاسب قانوني، عليه محامي، عليه يعني في اشتراطات تضمن حق المطور وتضمن حق المشتري. لكن تشتري شيء ما عليه ترخيص رسمي فهذا خطاك انت يا المواطن. طيب اللي يدخلون الحين في هالامور وهالمتاهات والمشاكل، سواء هؤلاء المعلنين او غيرهم اللي ما يتأكدون من أن إجراءاتهم كاملة، أو يكون الإعلان زي ما قلت أنت وهمي، أو فيه طريقة احتيال، ما هي الإجراءات التي تتخذ بشأنهم أو العقوبات؟ هل هي رادعة لكي نقول والله ما تتكرر هالمشكلة مرة ثانية؟ هي الآن الجزاءات أنا أشوفها رادعة، ولكن لأنها ما بعد انتشرت، لأنه تو الهيئة أنا أعتبرها حديثة حتى وإن كان لها عدد من السنوات، والإجراءات عددها قليل، والكوادر البشرية موجودة. ولكن إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. يعني أنا وأنت من يوم كنا صغار كان المرور يسوي حملات ربط حزام الأمان وينصحنا، بس ما كنا نتجاوب. لما جاء ساهر طال عمرك وجاء الرصد الآلي بدينا نلتزم وننتظم. الآن الهيئة العامة للعقار بدأت تعمل على رصد المعلنين المخالفين، يحالون إلى النيابة العامة، يتخذ فيهم الإجراء، يحاكمون، جزاءات وغرامات مالية كبيرة. لكن علينا إحنا كمواطنين إن إحنا نساعد الهيئة العامة للعقار. ليه؟ لأن الهيئة العامة للعقار كم الموظفين فيها، كم المراقبين اللي فيها، ما يستطيعون أنهم يغطون المملكة العربية السعودية. اليوم دولة قارة، شمال جنوب شرق غرب، لكن يجب أن يكون عندنا الحس الوطني. مو بالضرورة أني أنا عشان والله ما تضررت من الإعلان أنا ما أبلغ، لا، ممكن يكون موجود أكيد، يعني موجود الحس الوطني، ولكن هل هناك وعي كافي وفهم من قبلنا جميعا لما ممكن أن يكون وهمي أو يكون هذه عملية احتيال، خصوصا في المجال العقاري؟ الموضوع شوية معقد، يعني مو الكل يفهم. صحيح. أنا اللي أتمناه من الهيئة العامة للعقار بقيادة المحافظ إنهم يكثفون الجوانب التوعوية. يعني مثلا البرامج عندنا تكثف، التعليقات حول البرنامج هذا تكثف، بحيث أنه تعرف المواطنين ليسوا على درجة واحدة من الفهم، ليسوا على درجة واحدة من الثقافة، ليست درجة واحدة من الاستيعاب. اليوم لما يصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، لا نعتقد أن كل المواطنين والمواطنات سمعوا التصريح هذا، نسبة كبيرة ما سمعوا. فلما يتكرر السماع، يعني لما يتكرر الوعي، لما تتكرر، وأنا اللي أتمنى أنه في اللائحة تعدل بحيث أنه يكون لهم أحقية التشهير بالمخالفين. لأنه اليوم العقوبة التشهير أنا في وجهة نظري هي أعظم من أي غرامة مالية، خاصة للمتداولين في السوق. أنا لما أقول اليوم المعلن الفلاني خالف النظام وأجيبه بالاسم، سيحتاط مستقبلا أنه ما يتكرر منه، لأنه اسمه بينضرب بالسوق. طيب أخيرا، يعني أنت يعني ذكرت في بداية الحوار بأنك تقترح إنشاء هيئة عليا للعقار، ما هو عمل هذه الهيئة العليا، وكيف ستحد من مثل هذه المخالفات؟ هو إحنا كان المقترح عام 1422، الآن ولدت الهيئة بشرك الحمد لله، وأصبحت الهيئة هي المنظمة الآن للسوق العقاري، لكن تحتاج إلى جزء كبير من الوقت، زيادة الكوادر البشرية، خاصة احنا في ظل الرؤية 2030، وانا اعتقد انه الطفرة العقارية ايضا قادمة، لانه لما تتكلم عن سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه ورئيس مجلس الوزراء يتحدث عن 2030 راح يكون 20 مليون نسمة في مدينة الرياض، والان العدد تقريبا 7-8 مليون، معناه ان العدد سيتضاعف تقريبا 3 أضعاف. فالعدد هذا عشان يتضاعف لابد أن يتضاعف أيضا
ثلاثة منتجات العقارية اللي موجودة الآن بالسوق العقاري. إذا معناه سوق ضخم، فعلى الهيئة العامة للعقار استقطاب الكوادر البشرية اللي تطور العمل وتنمي العمل، هذا واجب على الهيئة. نعم. وأيضا واجبنا الحس الوطني القيام بدورنا. شكرا جزيلا لك المختص في العقار داود المقرن، كنت معنا هاتفيا.